شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان هدى وبينات. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، وادي فرغانة بلاد المسلمين وقرغستان التي تقع على امتداد الحدود الشرقية لآسيا الوسطى، وعلى الطرف الآخر الصين. هؤلاء رغم قلة عددهم أسلم منهم الكثير، وهذه البلاد التي دخلها هذا الدين غير فيها وفي نفوس أهلها، وفتح خراسان وما وراء النهر، امتداد نفوذ الإسلام إلى نهر جيحون والانتقال إلى منطقة وادي فرغانة، وآثار المسلمين بقيادة قتيبة بن مسلم موجودة إلى الآن. لما وصل إلى حدود الصين وقرغستان على حدود الصين، سبحان الله، الفاتحون أجدادنا أين وصلوا؟ أين وصلوا وماذا رفعوا في أي مكان؟ وانتشرت اللغة العربية، وقام تجار بنشر الإسلام في فرغانة، وطريق القوافل، طريق الحرير، كان من أكبر أسباب انتشار الدين. ومعظم سكان جمهورية قرغيزيا اليوم يدينون بالإسلام، ثلاثة أرباع البلد مسلمين، رغم أن الروس احتلوها وفككوها وأتوا بقوميات منهم للسكن فيها. الشعب القرغيزي المسلم له قصص عجيبة مع كتاب الله. كانت الكتاتيب منتشرة إلى معاهد الثورة البلشفية، ولما جاءت الشيوعية طمست ما طمست، وكذلك ما بقي إلا من يحفظ يمكن يعني المعوذات وربما سورة ياسين لقراءتها على الميت يعني. لكن دحر الله الشيوعية وانحسرت الشيوعية ورجع المسلمون إلى دينهم ودراسة العلم الشرعي الآن وحفظ القرآن، من السراديب إلى الكتاتيب، كما انتقلت من الكتاتيب إلى السراديب رجعت مرة أخرى، حلق تحفيظ القرآن للصغار والكبار. كانوا يحفظون في البيوت المهجورة والكهوف في الجبال أيام الشيوعية، من كان يضبط في بيته مصحف سجن غرامة إذا ما قتل. الآن عدد المدارس في قرغستان أكثر من 2000 مدرسة، يتعلم فيها أكثر من 400,000 طالب، والدراسة الشرعية علنا مع القيود التي لا زالت والحرب التي لا زالت وكلاء الشيوعية، لكن لا زال هناك والحمد لله يقظة وإقبال وصمود وثبات. نسأل الله المزيد من فضله لبلاد المسلمين. من علماء تلك الديار عمرو بن موسى الأوشي الفقيه، وأبو عبد الله الأوشي أيضا من كبار الحنفية في بخارى، وأبو علي الحسين بن علي اللامشي. ولامش هذه قرية من قرى فرغانة، كان إماما فاضلا دينا خيرا قوالا بالحق مقبولا عند الخاصة والعامة، يضرب به المثل في العلم على طريقة السلف الصالح. أبو حفص عمر بن محمد الأندقاني من أهل قرية أندقان إحدى قرى فرغانة، مقرئ صالح عفيف صاحب عبادة
عالم بالروايات والقراءات مشتغلا بالخير، وكثيرون رحمهم الله تعالى. نسأل الله أن يعز بلاد المسلمين بطاعته،